أعلن الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الإسكان عن بدء توزيع شهادات الاستحقاق بمشروع توبلي الإسكاني الذي تنفذه الوزارة بمحافظة العاصمة. تأتي هذه التوزيعات في إطار البرنامج الزمني الذي وضعته لتنفيذ أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 3000 وحدة سكنية. هو أحد المشاريع الرئيسة المدرجة ضمن برنامج عمل الوزارة لبناء 25,000 وحدة سكنية والمدرج ضمن محور التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية الوارد في برنامج عمل الحكومة والمنبثق عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40,000 وحدة سكنية، وهو من أبرز المشاريع الإسكانية التي قامت الوزارة بتنفيذها في محافظة العاصمة، حيث يمتاز مشروع توبلي الإسكاني بموقعه ونماذج بناء وحداته السكنية التي تطابق أفضل المواصفات التي تناسب احتياجات الأسر البحرينية. نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 80% فيما يتعلق ببناء المنازل و 40% بما يتعلق بالبنية التحتية. هذه النسبة عالية جدا، ونحن لا نتوقع أن تكون هناك فترة طويلة ما بين توزيع شهادات الاستحقاق وما بين تسليم مفاتيح الوحدات السكنية، فنتوقع أنه يتم تسليم المفاتيح في خلال لا يتعدى فترة لا تتعدى شهر ديسمبر من هذا العام. وزارة الإسكان شرعت بالتواصل مع المواطنين المرشحين للاستفادة من هذا المشروع للحضور إلى الوزارة وإكمال إجراءاتهم القانونية واستلام شهادات استحقاق وحداتهم الإسكانية في مشروع توبلي الإسكاني، وهو الأمر الذي لاقى استحسان المواطنين. الله يحفظ الملك إن شاء الله ويطول عمره لنا، وهو الدخر وعائلته إن شاء الله بخير وسلامة، لأنه هو السبب إلينا بالخير. الحمد لله بركاته زينة علينا، هم السبب علينا خيرات لله الحمد. الله يطول أعمارهم إن شاء الله ويحفظهم إلينا دخر. نشكر قيادتنا الرشيدة على عطانا البيت، يعني ما قدرت من فرحتي أشكركم، مشكورين ورحمة الله عليكم، ونشكر على رأسها ولي على هذا أقدم لنا البيت. مشكور. أشكر جلالة الملك ورئيس الوزراء ولي العهد على هذه الوحدة السكنية، وما قصروا ومشكورين. احنا فرحانين ومستانسين ونشكر القيادة الرشيدة الملك ورئيس الوزراء ولي العهد على هذا المشروع، والله يوفقهم ويوفق الجميع. نشكر جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء ولي العهد إنه سرعوا بإعطائنا وحدة سكنية، خصوصا نحن بيتنا يعني آيل للسقوط، يعني فمن كذي ما قصروا يعني ويانا. أشكر جلالة الملك والأمير رئيس الوزراء وسمو ولي العهد على هالمكرمة، وصراحة كنا احنا ننتظرها من زمان، يعني الفرحة أول ما جينا التلفون يعني الزوجة والعيال فترة طويلة، صراحة يعني فرحة ما تقدر الواحد يعبر عن شعوره، وبالذات حق العيال كل واحد يعني قاعد يخطط اللي يقول حق حجرة واللي يقول حق كذي. فأشكر يعني الصراحة القيادة وأتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. الحمد لله نشكر قيادتنا الرشيدة على هذا، والحمد لله عقب الصبر هذا حصلنا بيت أسكان إلينا ولعيالنا، ونشكر قيادتنا الرشيدة وكل الشكر إليهم. استانسنا بالوحدات السكنية اللي وزعوا علينا، ونشكر جلالة الملك ورئيس الوزراء ولي العهد على فرحتنا هذه، وشكرا ان شاء الله يفرحون الجميع ان شاء الله، في والعيال ان شاء الله فرحانين واحنا فرحانين والحمد لله. نشكر بابا حمد، نشكر بابا سلمان على البيت اللي اعطونا اياه. اشكر اول شيء القياده، وفي نفس الوقت امتداد الى ال 40,000 وحده سكنيه اللي احنا نشوفها هذه بادرتها، يعني شفناها الحين قاعده يعني فعلا انه قاعدين يوزعون في مناطق في البحرين، يعني في كل مكان اروح اكو فيه موجود، انا اشوف مشاريع اسكانيه قاعده تصير. وصح انه اخذ لنا وقت، لكن ان شاء الله حق البقايا بعد يعني يكونون يستفيدون. اشكر سمو الامير سلمان ولي العهد، واقول له ما قصرت يعني رحم الله والديك،
الحمد لله احنا الحين استانسنا على السمونة البيوت، ونشكر جلالة الملك ورئيس الوزراء ولي العهد على هذه الفرحة التي أعطونا إياها. والله نشكر الملك على أنه أعطانا هاي البيوت، وإحنا مستانسين إحنا وعيالنا، ونشكر بعد ولي العهد ورئيس الوزراء ووزارة الإسكان على جهودها. وهذا أولا أشكر الملك حمد، وأشكر ولي العهد، وأشكر الأمير خليفة بن سلمان لأنهم سرعوا في توزيع الوحدات السكنية، وشعورنا الصراحة ما ينوصف، شعور غير طبيعي صراحة من الفرحة، حتى الجهال مفرحانين ما هم عارفين شو يسوون. إنه في الحقيقة والواقع من دواعي السرور أنني أتشرف، أقول يعني إن شاء الله هذا شرف للجميع، يعني أني أكون في هذا اليوم من المستحقين إلى وحدة أو قسيمة من قسائم إسكان توبلي، وهذا في الواقع كان هو الأمل. يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وتوجيه القيادة حصلنا على هذه الوحدة. وتيرة التوزيعات للثلاثة آلاف وحدة سكنية التي أمر بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تسير بحسب الجدول الزمني. ووزارة الإسكان انتهت اليوم من توزيع مشروع توبلي الإسكاني، لتبدأ الأسبوع المقبل بتوزيع الوحدات الإسكانية في مشروع عراد. سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.